ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما نبدأ بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله، غنبداو المقادير إن شاء الله. اليوم غنعدل معاكم تحلية البسكوي. بسم الله، غنبداو المقادير معايا إن شاء الله تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. عندي نص إطر حليب، نضيف عليه جوج معالق المايزينا، جوج معالق سكر، ثلاثة معالق سكر. السكر كيبقى على حسب الذوق. كنضيف واحد الساشيه ديال نكهه زهره البرتقال، ثم كنضيف جوج ساشيات فلان، نحركوا الخليط ديالنا مزيان، كنوضعوه على نار متوسطة مع التحريك حتى كيصبح كريمة. غندوزو دابا البسكوي ديالنا ونهرسو ونكسوه بطريقة عشوائية. على حسب الكمية اللي يبغى يعمل، اكثر من مثلا اكثر من باكية الكيكس كيعمل كيضاعف الحجم ان شاء الله. بعد ما كتوجد التحلية ديالنا كنزينوها بأي نوع من الفاكهة اللي متوفرة عندنا، أي نوع. هما عارفين هاد الوقت تبارك الله الفاكهة موجودة. كنكسروهم على هذا الشكل، كنخليوهم حتى كتوجد الكريمه ديالنا، وغنرجع معكم. كما كتشوفوا وضعت الخليط ديالي على نار متوسطه، غادي نحركو حتى يصير كريمه. كما كتشوفوا الكريمه ديالنا هي عقدت، غادي ننزلوها على البسكوي على هذا الشكل هكذا. بسم الله، على هذا الشكل. غادي ننزلو الكريمة ديالنا على البسكوي على هذا الشكل.
غادي نزينوها ان شاء الله. شوفوا مرحلة التزيين الأخيرة. مباشرة بعد ما كننزلو الكريمة ديالنا على البسكوي كنزيدو Thank you.